عمليات الكار، عمليات الرصافه، سيطره الافراج ومقر ميليشيا السيطرات وكافه توابعنا ضمن قياده شرطه محافظه بغداد. وتوجيه السيد القائد المحترم سياسه اكد عليه شخصيا على هاي البرقيه رجاء لاهميه البرقيه. البرقيه اللي صدرت من قياده عمليات بغداد فقط للتاكيد لان تم تعميمها في نفس الوقت فيما يخص توجيه السيد القائد المحترم اللي هي منشاها 1256 صادر من عمليات بغداد التاريخ اليوم. مضمون البرقيه نسب السيد قائد عمليات بغداد المحترم اعتبارا من مثل 1700 من هذا اليوم المصادف 19 تدخل جميع القطعات من الباب. غزو السيطرات المفاجئه مسك مداخل ومخارج القواطع وبقوه تسجيل دوريات الاليه والراجله ضمن قاطع المسؤوليه، غصب الكمان ومسك المقتربات واماكن اطلاق وملاحظه ومتابعه اماكن اطلاق النيران الغير مباشره مع عمل المفارز. هاي البرقيه جدا مهمه اكد عليها السيد القائد المحترم شخصيا. فقط للتذكير والتاكيد كافه الدوريات حاليا الاهتمام بمضمون البرقيه رجاء. ايضا الامريكي كافه الوقوف على ارض القطعات وعلى راس الدوريات ونؤكد الانتباه والاخذ دوريات الافراج على مسمع للتنفيذ على سيطره الافراج. اجت